على قدم وساق تواصل الهيئة العامة للشباب وأنشطتها وبرامجها التدريبية في دعم الشباب الكويتي وتأهيلهم إلى سوق العمل، حيث افتتح تحت عنوان مشروعك الأول برنامج تدريبي يتضمن إعطاء المتدرب أساسيات بدء المشروع ومعرفة الأشكال المتنوعة من التراخيص اللازمة، إلى جانب دراسة احتياجات السوق. المزيد نتابعها في سياق التقرير التالي. افتتح مشروعك الأول برنامج تدريبي تقيمه الهيئة العامة للشباب لتأهيل وتدريب الشباب الكويتي على إقامة مشاريعهم الخاصة ووفق متطلبات السوق المحلية. تمشيا مع الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي، تواصل هيئة الشباب وعبر برامجها المتعددة توجيه المبادرين نحو أفكار متميزة تمكنهم البدء بمشاريعهم الخاصة، وعبر إكسابهم معارف في اختيار وتصميم فكرة المشروع وكتابة خطة العمل في جانب التسويق والمبيعات. بالنسبة حق دورتنا افتتح مشروعك الأول، تقوم على أكثر من موضوع. أول موضوع طريقة اختيار الفكرة، شلون يتم يعني تقييم واختيار الفكرة من قبل المبادر اللي راح يدش سواء في مشروعه الصغير أو مشروعه المنزلي. وبالنسبة حق المحاور اللي دخلنا فيها، دخلنا باختيار المشاريع أو كيفية اختيار المشروع نفس ما ذكرت قبل شوي، خطة العمل كيفية كتابة خطة العمل مع تقييم الفكرة مع الخطة التسويقية بشكل عام للمشروع التجاري، معرفة أساسيات المشروع والأشكال المتنوعة من التراخيص اللازمة، إلى جانب دراسة احتياجات السوق، أبرز الخبرات التي كسبها المتدربون في هذا البرنامج. الدورة يعني تعطي أي واحد حاب يبلش الأساسيات، شلون يبلش بالتراخيص، شنو أنواع التراخيص، معلومات ما كنا نعرفها. حتى يعني كأنا كنت أبحث بروحي ما حصلت المعلومات، فالأستاذ يعني ما قصر وفرها لنا. البرنامج يدعم تفعيل مشاركة الشباب في تحمل المسؤولية الوطنية عبر مساهماتهم في تعزيز دورهم الإيجابي، حيث يعود بالنفع العام على سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الكويتية والتنمية المجتمعية. عبد الله العنزي، قناة الأخبار.